ماذا لو لم يعترف المجتمع الدولي بحكومة طالبان في أفغانستان؟ ماذا يعني ذلك بالنسبة للحركة؟ طبعا حركة طالبان تحاول لا تريد أن تبقى في عزلة، والاعتراف يعني للحركة مسألة حياتية لمستقبل أفغانستان وكذلك إبقاء الحكم لنظام حركة طالبان في أفغانستان. لكن مأساة إنسانية، وكذلك الأفغانستان سوف إذا لا يكون هناك أي ضمانات حول يعني أي توافقات طالبانية أمريكية، لا يكون هناك أي ضمانات أن أفغانستان لا يكون ملاذا للإرهاب مرة ثانية، ولا يكون عشوائية في أفغانستان، وبالتالي سوف يخرج أفغانستان من سيطرة حركة طالبان. هناك يعني مخاوف تنظيم الدولة داعش في أفغانستان، نعم. هناك مخاوف يعني تدخلات الاستخباراتية للمنطقة والدول الجوار. كل هذه يعني أن حركة طالبان توضح أنها ليس لها أي ضمانات إن لا يكون هناك نظاما واضحا، لا يكون هناك تواصلا مع الدول، وبالتالي هذا التواصل وهذه العلاقات سوف يمهد الطريق إلى أن يكون هناك مستقبلا واضحا يخدم مصالح طالبانية في أفغانستان. طيب. وكذلك مصالح الغربية والأمريكية. بكلمة سيد بهير، هل السبب بأن الصين مقربة من طالبان لذلك المجتمع الدولي لا يريد التعاون مع الحركة باعتقادك؟ هل السبب الصين باختصار لو سمحت؟ لعل يكون هناك مخاوف يعني المجموعة الأمريكية أو البلاك الأمريكي يخاف من موقف الصين وموقف روسيا بالذات في المنطقة، لكن لا يعرخل الأمور، وفي نهاية المطاف الضمانات الواضحة أو التعهدات الواضحة بين طالبان والأمريكا تمهد إلى أن يكون هناك اعتراف دولي وإقليمي على حركة طالبان ومستقبل أفغانستان. أشكر جزيل الشكر رئيس مركز الأفغاني للإعلام والدراسات سيد عبد الجبار وهير، كنت معنا عبر السكايب حول أهمية هذا الأمر أن يعترف المجتمع الدولي بحركة طالبان.